مشاهدينا الكرام، اسمحوا لي ارحب بدكتور نديم مكرم لبيب، استاذ الذكاء الاصطناعي ونائب رئيس الجمعيه المصريه لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات. اهلا بحضرتك منورانا. اهلا بيك حبيبتي. دكتور، خلينا في البدايه نتكلم يعني ايه ذكاء اصطناعي. طيب ببساطة كده، ذكاء اصطناعي هي محاولة ان انا احاكي او ان انا اقلد الذكاء الطبيعي. يعني اقوم بالمهام كلها والاعمال اللي ممكن البشر يقوموا بيها. انا عشان اعمل كده محتاجة اخد طريقة من اتنين، يا اما انقل الخبرات بتاعت البشر للجهاز او للبرنامج بحيث ان هو يقوم بنفس المهمة، او ان انا اشتغل على كم هائل من البيانات اللي بيسموه البيانات الضخمة، ولما بشتغل عليها بتقنيات معينة اقدر ان انا اطلع مؤشرات اساعد بيها متخذ القرار ان هو ياخد قراره، او ممكن تكون داخلة على طول على نظام اخر او برنامج اخر وبتاخد هي القرار. ايوه، الناس دي خايفة منه، يعني مرة واحدة كده كنا بنقول الذكاء الاصطناعي ده هيكون مساعد للبشرية، ولكن تحول الى خطر كبير. ليه؟ الناس كانت مبسوطة منه وقت كورونا. يعني احنا كنا بنشتغل في المجال ده من سنين طويلة قوي، وكانت الناس شايفة انه ده مجال يعني خيالي عمره ما هيتحقق، وان انتوا بتشتغلوا على حاجات اخركم تشتغلوا عليها في المعمل، لغايه لما جت جائحه كورونا. يمكن تكون دي الميزه الوحيده اللي حصلت وقتها، ان الناس فهمت انه ده مش رفاهيه ومش شغل هيتعمل في المعمل، لكن ده حاجه هتساعدنا ان احنا نقدر نقوم بكل مهام حياتنا في فتره كانت صعبه جدا، يعني كارثه وازمه وجائحه وكل حاجه. لكن لما ظهر الشات جي بي تي الناس خافت، لأنها كانت أول مرة تاخد بالها إنه ممكن البرنامج ده مش بس إنه هو هيساعد، لكن هو ممكن يتفوق، لأنه هو كلمة شات جي بي تي جاية من الذكاء التوليدي، وكلمة توليدي يعني هو بيولد أفكار جديدة. فابتدينا نشتغل مع منافس مش مع مساعد، وأعتقد دي كانت بداية إن الناس تحس بالخطر. الشات جي بي تي قالوا إنه هو هيسبب أمراض نفسية للبشرية، إزاي؟ لانه في ناس كتير بقت دلوقتي معتمده عليه اعتماد كلي، يعني في ناس كل ما تكلميها زي ما كانت الاول بتروح تدخل على جوجل وتبحث عن اي معلومه، دلوقتي بتقول لك طب استنى اما ناخد راي تشات جي بي تي، وتدخل على الذكاء الاصطناعي التوليدي وتساله السؤال وتاخد الاجابه بتاعته، واحيانا كثيره او قليله يعني بتكون الاجابه مش صحيحه، مش قايمه على بيانات دقيقه، او بتكون فيها تحيز مع او ضد قضايا معينه. ف ده اللي بيخلي الناس تحس ان هو بعد شويه هو مش هيكلم بني ادمين. وده على فكره يعني حاجه ابتدت من فتره طويله من قبل تشات جي بي تي، ان ابتدى يبقى فيه اكتر تعلق وتعامل مع الالات اكتر من مع البني ادمين.